السلام عليكم. بس احنا راح نبدي نشرح مثل كأنه مثال صغير تمهيد للشغلات اللي الايام السابقه اللي 3 ايام السابقه اعطيناها، ونبدي بيها هم نفس الشيء. ليفلات، جريد، نرسم جدار، نحط شباك، نحط باب، نحط ابعاد، سوينا فد مخطط صغير. قبلها خلينا نعتبر احنا شنو عندنا المخطط. نبدي نغير اسماء الطوابق اللي عندنا هنا. قبلها خلينا نسوي اليونت اللي جاي نشتغل بيها الى متر مثل ما تعلمنا. الطوابق هنا راح نغير اسماءهم نفس ما احنا عندنا. شنو عندنا؟ 00 طابق الارضي. وهذا رينيم 01 طابق شنو؟ الاول او العلوي. وعليكم السلام ورحمه الله. نجي للواجهه مالتنا ورا ما هاي. نشوف مشروعنا شنو عندنا. الطابق الارضي هو هذا. ايش قد يرتفع هذا الطابق الارضي؟ هو 00 لو نريد نرفعه. اذا 00 نبقي. الطابق الاول ايش قد السطح يرتفع؟ شجد؟ 4 نبقي. زين ايش نحتاج بعد؟ سقف الطابق الارضي، وبعد شنو؟ سقف السطح. فاذا نحتاج فلور اخر نسوي. فنقول له منين؟ من الارك هاي ليفل ثم بيك، وهنا اعطيه القيمه وليكن 3.25 مثلا ارتفاع هذا الطابق. هاي شنو كتب؟ 3.5 او 2.5. هنا اجي اشر على هذا يطلع لي ليفل اخر اللي هو 7.25، لان 3.25 حاكم. زين هذا صار شنو هو؟ السطح اللي هو هذا. او منه اقدر اغير اسمه بكيفي، بس خليه اغيره منه السطح. تمام. عندنا بعد شنو هو؟ عندنا السطح هسه بعد عندنا شنو مستوى منه؟ نهاية الستارة. نريد نرسمها هنا، نريد نحط لها ليفل، نريد لا احنا نشتغلها واحد، فراح نحط لها ليفل اسمه ستاره. اي بنفس الحاله راح نعطيها ايش قد الليفل مالت الستاره مثلا 1 وايش قد مثلا ونص. خزن شغلي حتى ما يروح، سيف اوديه وين اخذنه بالمحاضرات مالتنا محاضره 4. والاوبشن هنا دائما اذا فاتحين جديد نحوله الى باك اب 3 موازيه مثل ما شرحنا. صار عندنا الطابق الارضي الاول والسطح والليفل اللي هو 4 اللي هو شنو هو؟ اي فوق الاستاره او نهايه الاستاره، الاستاره نسميها. بعد شنو عندنا؟ عندنا مستوى الشارع او الرصيف، خلينا نعتبر الرصيف هو نفس الليفل غير نفس الارض راح نعتبر. هسه عندنا مستوى الشارع ايش قد ناقصه؟ 15. نفس الشيء هم راح اسوي ليفل، وانا اقدر بدون ليفل لان هو اصلا مسافه قليله ما مرتفع عنه هواي، بس راح اسوي ليفل. فقل له ليفل بيك هنا ايش قد؟ زين خلي اعطيه 15. اوكي وجد هنا عشرت ونزلت جوا ماكو مشكله ترى. اوكي هو وحده طالع ناقص 15 مو لا تكتب لنا القيمه. بس هنا شنو صار؟ تراكبت هذا ويا هذا الثاني، فما عندنا اي مشكله انه دبل كليك عليه بس ننقر هو يحوله وحده ينزله جوا. بس هسه طبعا جاي ياخذ واحد ثاني ما قلت له سكيباني، خلي بس احذف ذولا. اي زين انت بالكليك على هاي اللي كانت موجوده اللي هي هاي وسويت نزلته جوا. هسه اسميه هذا شنو هو؟ ليفل اللي هو ليفل الشارع. الشارع تمام.
صار عندي هذا ليفل الشارع. اخزن بكل الاحوال عندي هنا مسميهم انا شارع سطح استاره، وهذا الطابق الارضي والاول. نزلوا هنا لان انا ما مرقمهم، لو مرقمهم مثلا كاتب مثلا باديهم شارع 00 كان صار اول واحد، بعدين مثلا كذا كذا، بس هسه مو مشكله عندي واضحات لغه عربيه واضحه. اجي هسه على الطابق الارضي شنو ارسم؟ ارسم الفلور اللي هو الارضيه لل هذول اللي هي القطعه الاولى 10 ب 10، الثانيه مثلا 10 ب 10 والثالثه 10 ب 10. اذا ثلاث قطع 30 ب 10. ارسم ارضيه 30 ب 10. فلور ارضيه مستطيله، انقر واسحب واقول اسكيب، ثم انقر على هذا الضلع اعطي القيمة ايش قد؟ 10. وهذا الضلع ايش قد؟ اللي هو هذا العفو، اعطي قيمة اللي هي 30. تمام؟ ساي شنو هو؟ القطع الثلاثة اللي هم وحدة بصف وحدة، راح اجيبهم بالنص. داخل الـ الـ هذا مال. هنا ارتفاع الأرضية 40 ماكو مشكلة، هسه نغيرها. شو نسوي؟ ندخل منها. ليش انا قلت لكم مثلا الشارع ما نحتاجه؟ نقدر ان نعطيها ارتفاعها وانتهى الموضوع. فراح اقول له ايديت او دوبليكيت العفو اول مره، راح اسميه الطابق الارضي مثلا حتى ما تجي عندي. نرجع على الكونستراكشن ايديت واعطي قيمه ولكن الصبة اللي هي 40 سنتيم مثلا خليها اسويها ابقيها 40 ماكو مشكلة، بس لو سميتها طابق الارض اقول له اوكي. حسب الثلاث الابعاد اللي هو بعدنا ما مطلعينه راح نقر هنا، ظهر لنا هاي القطعة اللي هي صايرة بها ثلاث قطع، واحدة اثنين ثلاثة. ارجع المن للطابق الارضي. شنو اريد ارسم؟ اريد ارسم الرصيف. ما دام القطعه هي وياها الرصيف نفسه، معناه مو ليفل ثاني مستوى ثاني، فهو نفس البروفايل. انا ليش ما رسمته مباشره وياه؟ نفس الباوندري مال القطعه اعدل على اساسه واضيف له منه الرصيف وحتى هذا الرصيف الثاني. شو اسوي؟ اديت باوندري. طلع لي هيك بهالشكل. اجي ارسم الرصيف الاول اللي هو ايش قد؟ نعطي الرصيف اي نعتبره 3 امتار. راح نطلع بهذا الاتجاه وليكن هنا اللي هنا خارج القطعه حتى بالمنظور يطلع، واللي هنا هذا الخط انا ما احتاجه، صارت هسه القطعه ويا الرصيف اللي بصفها. اوكي القطعه طبعا هي اللي هي 3 قطع، وانا قصدت سويتهم 3 قطع مو قطعه واحده، لان احنا نقدر هسه بس قطعه واحده هنا، بس انا قصدت. هسه نجي اريد ارسم من هو هذا اللي هنا، هذا رسمته، اريد ارسم هذا الجزر الوسطيه اللي هنا. ايش قد الشارع عندي هاي المسافه؟ ايش قد الشارع؟ 10 نعتبره مثلا، راح اقول له اوفست اعطيه قيمه 10، ثم انقر على هذا الخط، صار لي هذا الخط، تمام؟ هذا خط الجزره من هنا. اعطيه عرض هاي الجزره وليكن متر مثل ما في الجزائر. راح اعطيه متر. اجي انقر على هاي القطعه سويتها. اوكي؟ نفس الحاله راح ارجع اكملها خط منها خط منها. اكلها بارتفاع من؟ ارتفاع الطابق الارضي اللي هو 0 0. راح اقول له اوكي، ثم اجي للثلاث الابعاد. شنو صار عندي؟ صار عندي القطعه مع رصيفها وهي القطعه الثانيه، واقدر حتى الرصيف اللي هنا هم ارسمه. خلينا نرسمه حتى تصير الشغله كلش واضحه. ارجع قلت له ايديت باوندري، طلع لي الخطوط مالته نفس الحاله. هسه هاي الواجهه مالتي اللي هنا هسه بعتها، بس خل اكمل. اجي اقول له اوفست اللي هي قيمه ال 10 واجي هنا، والاوفست الثاني اللي هو قيمه الوا او الثلاثه اللي هي مالت الرصيف اللي من ذي الصفحه مثلا، ونفس الشيء. وراح ارسم هذا الخط كامله وهذا الخط كامله، تمام؟ راح اقول له اوكي. بعدين هاي الواجهه
اسحبها اجيبها هنا اخرجها عن هذا. وراح نفتهم احنا هاي الواجهات شلون نتحكم بال الجريد اللي هو مال التصوير مالتها. المهم بس خلصت هاي راح اقول له هاي تمام اجي للثلاث الابعاد. اذا انا كملت رصيفي برصيفي بالرصيف مع القطعة الثلاثة. هسه شنو بقى عندي؟ بقى عندي الشارع اللي هو هذا وهذا صح؟ اجي وين؟ ادخل على الشارع مستوى الشارع اللي هو ناقص 15. طلع لي من هو؟ اللي هو الطابق اللي هو يعتبر فوقه هسه هو. بس حده 0.0 والشارع حده 0.0 وجاي ينزل. هنا شنو بالاندرلاي نلقى؟ انه نان ماكو اي شيء مع الشر لا الطابق الارضي ولا الهاي، احنا ما محتاجينها هسه. هسه نجي نرسم الشارع، شقد شنو نقول له؟ ارضيه نعتبره فلور عادي. راح اقول له مستطيل هنا مستطيل هنا، هذا الشارع الثاني هم مستطيل هنا منا لهنا تمام. راح اقول له صح اجل الثلاث الابعاد مالك. شنو القى؟ الشارع هذا الشارع نازل 15 بس شنو هو هنا عندنا؟ هذا 40 اوكي؟ فاحنا نكون حاسبين مثلا ال 15 هذا 40 حتى تجي عدله عندنا كسكشن او قاطع او هاي. فمثلا هاي نريد نغيرها فراح نقول له ايديت بروفايل دوبليكيت شارع 40 ناقص 15 25 نعتبر الشارع هيك بس مجرد للاثار راح اسميه 25. راح اقول له اوكي اوكي. شنو سوى؟ عدله من جوا تمام؟ هسه اذا اعطيه اظهار انه شوفني اياه كانه الوان اللي هي الالوان العاديه مالته هاي اسود وابيض طلع لي اياه وطلع لي هذه وهذا اللي رصيف وهذا الرصيف اللي هنا والتقويسات اذا اريد نسوي بس هو هذا ساعدنا وهاي القطعه مالته راح ارجعها طبيعي هدم من هنا هدم او واير فريم طبعا نطلعها بهاي الشكل ونشوف بعدين احنا شنو فوائد ذني شوي شوي. صار عندنا الشارع عندنا بالقطع اخسر خلينا نشوف هذا الشيء.